الواحد تدور فيهم. الله يحفظنا. فيك يا جوده وسلم عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم وليد الطاهر علي هدية، رئيس اللجنة العليا لبطولة التحدي الأولى لكرة القدم الخماسية الرقيبة 2020. احنا اليوم في افتتاح بطولة التحدي الأولى اللي تحت شعار رياضة سبيل التواصل الإنساني. استهلينا اليوم المنافسات إن شاء الله بلقاء يجمع المستضيف فريق الصامبر القيبة مع نظيره فريق الهلال الديسة. الحمد لله. طبعا البطولة قسمت على 5 مجموعات، مجموعتين 4 أفريقا وثلاث مجموعات 5 أفريقا. راح تستمر إن شاء الله هذه البطولة لقرابة الشهر من انطلاقها اليوم إن شاء الله. شارك فيها عديد المناطق من وادينا الحبيب. احتضن هذه البطولة ملعب التحدي لكرة القدم الخماسية برقيبة. وطبعا البطولة حظيت بإقبال كبير من الأخوة أصحاب الأنشطة التجارية بمنطقة الرقيبة اللي هم دعمونا وكانوا هم الرعاة الرسميين للبطولة. كبيرة أينما كنتم نلتقي وإياكم في أفضل المواهب. الان رمي التماس، رمي التماس. اللقاء بالتعادل الايجابي 2-2. والان وليد مسعود الدار تمشي كره والتصوير.